سلام عليكم. كيف حالكم يا نشامة؟ اللي بحب الله ورسوله منها، واللي بحب الله ورسوله منها. يا صلاة النبي عليك وحفظكم الله. أنا الحج أبو خليل. أنا أبو الشهيد ابن الشهيد عمار الله يرحمه، استشهد قبل سنة. ابني استشهد في 30/3 في ذكرى الأرض. كان شاب زيكو هيك، زي الوردة، شاب زي الوردة المفتحة. استشهد الله يرحمه، استشهد في ذكرى الأرض. استشهد لأنه راح على الحدود وقال لهم هذه أرضي وبدي إياها، هذه أرضي اللي أخذتوها لازم تطلعوا منها. استشهد الله يرحمه واندفن في الأرض اللي بيحبها وبتحبه، اندفن في الأرض اللي بيعشقها وبتعشقه، انحط جوا الأرض واحتضنته زي أمه الحنونة. الله يرحمك يا بني، الله يرحمه. أنا جرحي جرحين، جرح ابني وجرح أولاده الصغار. والله لما أشوفهم، قلبي بنكبر، آخ الله يرحمك، الله يرحمك. بس أنا برفع لعقال تحية لمرت الشهيد، مرت ابني حافظت على دم جوزها وقالت لا بدي أضل وبديش أتجوز وبدي أحافظ على هالأولاد وربيهم وخليهم يطلعوا زي أبوهم. الله يرحمه ويرضى عليها مرته. بس أنا خايف أبوها يتجوزها، وأنا بين نارين، الأولاد هو راح يرموا بدون أم، وإذا أبو مخذتهم راح يربيهم زلمة غريب ويبعد عني. فايش لا في حد. عارف ليش الحال؟ لا بجوزها لخليل ابني. نشوف خليل، وين خليل؟ حدا شاف خليل؟ يا خليل، وين خليل؟ وين ياما؟ مالك عامل لخمه هيك يا ابو؟ والله ياما شبابك كيفين اليوم؟ ايش في يا اخي؟ ايش يا شيخ؟ شباب جايين زي الورد، جايين يزوروا ورد اليهود يقولوا يقهروا قهر. طب انت رامين؟ انا جاي مبسوط لانه في فكيره. فكيره؟ فكيره ايش؟ ايش في؟ ياما الله يرحمه. وش اليوم ذكرى الشهر؟ أبو لك اللي بعدك خلص يا حاج. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. حاج قال له يروح؟ يا برا. حاج قال له يروح مسيرة العودة؟ لا. أنت هو مش أنا اللي برد عليه. هذول اللي برد عليه. اسمعوني. كل هذول مضحوك عليهم زيك. اللي ضاع مسيرة العودة يقول هي. طيب. اللي بد مسيرات العودة يقول سامع كيف؟ ولك مسيرات العودة. أيوة. يكفي يا ناس، بالله تسمعونا مشان الله تسمعونا. يكفي يا ناس إنه مسيرات العودة رجعت الشباب رجعتهم لقضيتهم بعد ما كانوا قاعدين 24 ساعة عنك. رجعت القضية الفلسطينية في أوائل القضايا. والله يا ناس زمان ما سمعنا عن القضية الفلسطينية على التلفزيون، انتسينا. والله انتسينا مسيرات العودة رجعتها. ولك يكفيك انه مسيرات العودة لا خلت اخضر ولا اصفر ولا اسود ولا كله، بس على فلسطين بالكفة، بس على فلسطين. ها شو بتفكر؟
ايش بتفكر؟ من الاخر بعد هالخطبه الناريه ايش بدك؟ ايش بدي؟ انا؟ بدي 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 بدي, بدي ارضى عليك يا سيدي. ارضى عني حد ما معك ارضى عليك وانا برضاش عليك الا تنفذ اللي في راسي. اي حاجة غير مسيرة العودة وغير الروح على مسيرة العودة اعتبرني موافق. والله هاي قدام الكل اي حاجة غير مسيرة العودة موافق. يعني بتوافق؟ ما دام مش مسيرة عودة موافق. موافق الله موافق. مبروك يا ابو حبيبي. مبروك مبروك هالكوسر حبيبي. الله يخليني اياك. عايش عندي انا بريمي دابودو. طب ايش هو انك تحكول يا با؟ انا بعد التوكل على الله والتفكير الجيد في الموضوع سطر حلو يا حاج قررت قررت اجوزك مرت اخوك عمار الله يرحمه. حاج انا قلت لك اي حاجه غير مسيره العوده موافق. ايوه صح يعني موافق. حاج مستعد اكون في وحده قص السلك وفي وحده الدوسوق. ايش يعني؟ وفي وحده الزواري. طيب وفي الارباك الليلي. طيب اما اتجوز على شكريه انسى. لا 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 انسى. بس تعال ايوه ببص لك سلك اما سكين شكريه بتبص رقبك يا حاج. يا الله يرضى عليك. ايه والله يا ابو شكريه. إيه؟ شكريه بنت حلال. بنت حلال راح تفهم راح تفهم انه جيزتك مش هيك عبث. لا احنا بدنا نجوزك عشان تدير بالك على مرت اخوك وعلى اولاد اخوك ومرتي. تصبر شكريه تفهم. شكريه اصلا بطلت تفهم من قبل ما تتجوز. ما فيش مجال يا حاج. يا بلا والله يا حاج الله يرضى عليك انا عارف مرتك. انت في الاقناع اقنعها اقنعها يا سيدي. روح المدرسه. طيب اسمع انا بدي اروح اصلي العصر وبدي ازعق لك شكريه وبدي اياك تقنعها. خليك ذكر خليك ذكر. هات يا حاج هات يا حاج. ايوه خليك زي ابوك. حاج حاج بدك لنا رجال ولا جايه؟ ايه السلام عليكم. عليكم السلام. ويش الورطة هذه؟ انتوا اللي مش عارفين شكرية. انتوا اللي مش عارفين شكرية ما شاء الله بشارك البطولة 50 واحد. دور ابو حمزة. شكرية. ايه؟ مش عارفين شكرية. وينها؟ الله يستر. الله يستر. نعم خير ايش فيه؟ شكرية. ما شاء الله. ارجع لورا يا دب. ايه بتطلع علي طلع كيف بفصفص بفصفص الرجال. طيب ارجع لورا عشان الناس اللي ورا مش شايفه. ارجع لورا يا شكرية. شكرية بدي اياك في موضوع مهم. نعم عمر. ما انا مش سامعاك مش سامعاك. ركز معي ركز معي ركز. شكرية نعم. ايش رايك في مرت اخويا الشهيد الله يرحمه؟ هذا حبيبة قلبي. هذه بؤبؤ عيني. ممتاز. بكفي المصيبة اللي هي فيها وصبرها على رحيل جوزها الله يرحمه. يعني بداية خير بداية خير يا شباب. عارف لو إلي أخت أخت شقيقة أيوه مش أحبها قد ما بحبها البني آدم. يعني معززة في قلبي تقول يعني بتحبيها؟ قول أختي. وجوزها اتفشل الله يرحمه. موجود موجود في عريس. يعني مين عريس؟ عنا في الدار. عنا من الدار. عمي يعني انت بنفعش عم يتجوز ولك عمها يا عمها يا هبه بنفع ياخدها. عمي بنفعش يتجوزها. هو في شيء يا عمي في الدار؟ في رجال اللي عمي في الدار. طب دوري على رجال ثاني في الدار تحت الكنبه تحت الكرسي. انا بالنسبه لي ما فيش غير عمي الله يعطيه الصحه في الدار هاي الرجال الوحيد. شكريا مش بتحبيها؟ بموت فيها. وبتموتي فيها؟ خلص يا شكرية بدي اتجوزها انا. يا خي انا دراعك يا شكرية. إيه؟ انا طول عمري بقول عنها هادي بومي. انا عارفاها طول عمر على السوسة هادي. ولتو كنت بتموتي فيها. اكرم علي سرتها اكرم علي اشوم. ولتو كنت بتحبيها. جنازتك ولا جنازتك. جنازتك ولا جوازتك؟ جنازتك ولا جوازتك؟ وبدنا نلوم الاولاد. لوم الاولاد بعيد عني يا حبيبي الله يرضى عليك. شكريه. ما تقلش عليا لا تجيب لي ضره. وش فيها؟ ايش الشيء هو كذا؟
مجبر مجبر يعني اعتبريها ضحية من اجل الوطن. انا بدي كل الشعب يضحي، انا مش مضحية. ولك الوطن. الله ياخذك ان شاء الله واخلص منك. تموت احسن لك اتجوز عليها. شكرية. اسمع لما اقول لك. هذا القرار لازم ترجع عنه، والا انا هيني عند بابا. لما ترجع عن قرارك انت بعت لي. وش الورطة يابا؟ تعال حلنا في المشكلة. وش الورطة؟ هو رفض تهدئة، رفض هدنة، رفض اي حلول. رفضها شكرية. مش ضابط مع الحوار. رفعت عجلها وحطت بوت 48 وربطت الرمار على الاخر. حاجة طيب. كل الوفود ما بتقنعش شكرية. يابا اسمع. ايه اعتبر شكرية موافقة. بقول لك مش موافقة، بتقول لي اعتبر. انا بقول لك شكرية حتوافق. مين اللي حيقنعها؟ انا عارف مش حتوافق. الحين يا ابو، لما صليت مين صلى جنبي؟ مين صلى جنبك؟ ابوها. وش يعني ابوها؟ ابوها ابو شكري. طيب وحكيت له الموضوع. طيب قلت له يا ابو شكري يا بركة، انت عارف ابن عمار اولاده ومرته، فانا شرحت الموضوع كله. عارف قال لي؟ قال لي والله يا ابو خليل عين العقل. هو يقول لك براحته، المهم هي. ما انا قلت له يمكن شكرية يعني تزعل تعترض ما ترضاش. قال لي اذا شكرية ما وافقتش ايوه سيبها علي، والله غير في العكاز خليها ترضى. يعني ابوها حقدر عليها؟ قال لي والله غير بالعكاز. يعني جوزها ما قدرش عليها، ابوها بتقدر عليها؟ يا ابوها زلمه قد حاله. يعني جوزها جوزها عرف. يعني جوزها كيف يحكي؟